النادي الاهلي بيضع قدما في نهائي دوري ابطال افريقيا للسنه الثالثه على التوالي بعد تفوقه برباعيه نظيفه على وفاق الصيف في مباراه الذهاب في السيمي فاينل. النادي الاهلي قدم مباراه كبيره، فرص عديده، مباراه كانت ممكن تخلص 6 و7 او 8 لو النادي الاهلي استثمر الفرص اللي اتيحت ليه لاعبيه على مدار شوطي المباراه. اكيد طبعا وفاق الصيف بعد حاله الطرد في الدقيقة 35 من الشوط الأول خلاص المنافسة تقريبا أو تكاد تكون انتهت في الستين دقيقة اللي كانت متبقية بقى من المباراة، 10 دقايق في الشوط الأول و45 دقيقة في الشوط الثاني وخمس دقايق كده إجمالي دقايق الوقت البدل الضايع في شوطي المباراة. النادي الأهلي بيقدم نسخة مختلفة عن النسخة اللي بنشوفها في البطولة المحلية، وده حتى يعني كنت انا ودينا زاهر في اللايف قبل المباراة بنتكلم ليه الاهلي المحلي مختلف عن الاهلي الافريقي وليه النادي الاهلي بيظهر بهذا الشكل الاكثر من رائع في دوري الابطال عن الشكل المهزوز في الدوري. النهاردة بيتس موسيماني واضح ان هو ذاكر فريق وفاق سطيف كويس جدا، هنتكلم كتير عن ال 35 دقيقة اللي قبل الطرد لان دول اللي كان فيهم تنافسية، نقدر نتكلم ونقول ان في فرقتين يعني مذاكرين بعض وبيلعبوا بعض وازاي الاثنين نوفيتش في مدير فني الصربي ليه وفاق سطيف وموسيماني في مدير فني النادي الاهلي كانوا مستنيين بعض ازاي، بيفكروا بعض ازاي، هما دول اعتقد الدقائق اللي فيهم تنافسيه شويه بين الفرقتين. لكن بعد الطرد بتاع وفاق سطيف صعب جدا نشوف تنافسيه لان كان يعني سيل بقى من الاستحواذ والسيل من الفرص للنادي الاهلي. وفاق سطيف جه للنادي الاهلي بنفس الطريقه اللي واجه بيها الترجي التونسي في مباراتي دور الثمانيه 5-4-1، وطبيعي جدا الجهاز الفني اتفرج على ماتشين سيراميكا كليوباترا وماتش طلاع الجيش اللي تعبوا للنادي الاهلي قبل ماتش الوفاق وفهموا ان هم لو اتجهوا للتراك ده بخمسة أربعة واحد ربما يطلعوا بنتيجة إيجابية من ملعب السلام، خصوصا ان هما مش هيقدروا على مدار 90 دقيقة يواجهوا النادي الاهلي هيد تو هيد او راس براس لبدنيا وفنيا مش هيقدروا يستحملوا الامر ده قدام النادي الاهلي في القاهرة. بيتسو موسيماني على الجبهة الاخرى اختار انه يلعب بطريقة 4-2-3-1، كان عنده غيابين مؤثرين جدا محمد عبد المنعم في خط الدفاع وعمر السولية في خط الوسط، وقرر يعمل حاجة جديدة منه في الطريقة دي، عمل لا مركزية في الرباعي الامامي، يعني الاربعة اللي ورا اوكي خلاص ايمن اشرف نزل مكان محمد عبد المنعم وبقية المراكز معروفة علي معلول محمد هاني، وفي خط الوسط طبعا طالما عمرو السولية خرج يبقى حمدي فتحي واليو ديانج اتنين في نص ملعب، كل ده ما فيهوش ادنى ازمة. لا عايزين نتكلم على الرباعي الامامي، الرباعي الامامي اللي بدأ بيه النادي الاهلي النهاردة، بنتكلم على حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، واحمد عبد القادر، شفنا فعلا في لا مركزية ما بين الاربع لاعبين دول وما تعرفش مين على اليمين مين على الشمال مين المهاجم مين البلاي ميكر، كان واضح جدا جدا الاربعة بيشفتوا مع بعض بطريقة اتعودوا عليها، واضح جدا جدا النادي الاهلي استفاد بشكل كويس من الاسبوع الاجازة اللي خدوا منذ مباراة سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني درس وفكرة المعسكر المغلق اللي حصل عليها الفريق لمدة 3-4 ايام اتت بثمارها في التناغم اللي شفناه النهاردة في بداية المباراة وحتى قبل طرد وفاق سطيف. بيرسي تاو النهاردة على الورق هو مهاجم صريح، وان كان بيلعب مهاجم وهمي طول الوقت لما كان النادي الاهلي بيلعب 3-4-3، لكن النهارده في 3-4-2-1 بدا يلعب بمهاجم صريح. فكره النادي الاهلي النهارده ازاي كان يكسر الخماسي المرصوص من لعيبه وفاق سطيف، وفاق سطيف رفض تماما انه يمثل اي نوع من انواع الضغط العالي على النادي الاهلي من بدايه المباراه، ووقفوا عملوا ستارتين 5-4 والمهاجم الوحيد بن عياد وقف في دايره نص ملعب ومحدش فكر خالص انه يضغط على النادي الاهلي في نص ملعبه وهو بيحضر اللعب، حضر زي ما انت عايز انا مش هقدر اضغط لان انا مش عايز افتقد الجهد البدني بتاعي من بدايه المباراه. فكره النادي الاهلي ازاي كان يخترق الخماسي ده وازاي يفرغ المساحات، وكان واضح جدا التركيز على الجبهه اليسرى ووجود مفروض على الورق الموجود فيها طاهر محمد طاهر، لكن كان بيشفت كتير جدا جدا مع احمد عبد القادر مع طيران علي معلول. النادي الاهلي عمل ثلاثيه في الجبهه دي
ما بين طاهر وعبد القادر وعلي معلول وقدروا فعلا يخترقوا الجبهه دي كتير قوي 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 قوي، لدرجه في بعض الاحيان كان اللعيبه من كتر ما علي معلول طاير ومخترق الجبهه دي من ورا الفول باك كانوا ساعات يعني بيعملوا كاموفلاج ان علي معلول يخترق ويجري ان هو واللاعب حامل الكره ياخد الكره ويخش ليه العمق عشان يسدد او يلعب الكره العكسيه للجبهه التانية اللي كان متواجد فيها حسين الشحات. بيرسي تاو النهارده قدم لنا واحد اول مره نشوف بيرسي تاو متالق منذ عودته من الاصابه، الاصابه اللي هي جات له قبل مونديال الانديه في الامارات، من ساعتها بيرسي تاو خسر حاجات كتيره في النادي الاهلي وخسر كمان مكانه في منتخب جنوب افريقيا. بيرسي تاو مع بدايه الموسم كان شكله مختلف، كان لعيب سريع، لعيب فينيشر، جاب هدفين في الاسماعيلي، جاب هدف في المحله، كان لعيب هداف جدا، لعيب بيعمل خطوره. بيرسي تاو بقاله فترة عنده مشكلة في الفينش، عنده مشكلة في الجري، عنده مشكلة في التركيز، عنده مشاكل كتيرة جدا جدا جات له من بعد الإصابة اللي لحقت بيه وغيبته عن مونديال الأندية. النهاردة أول مرة نشوف بيرسي تاو تحركاته وأسلوبه ممتاز جدا في وسط مكان فريقه فوق الصيف بيحاول ان هو في ال 65 دقيقة الأولى يجاري النادي الأهلي هجوميا ويعمل ما يشبه يعني المثلثات، لان واضح جدا ان نوفيتش مدير الفني الصربي معلمهم اللعب على الارض، فلينا ما بيلعبش كرات عاليه خالص، فريق كل الكرات بتاعته على الارض، كان واضح جدا ان بيرسي تاو عنده تعليمات ان هو يقف ما بين الاثنين الثلاثه المساكين اللي هم واقفين محاميين نص ملعب نادي وفاق ستيف عشان الهجمات المرتده. واحده من الهجمات المرتده والقرار الرائع اللي عمله بيرسي تاو ازاي اتغلب، ضرب ثلاث مدافعين بلعبه واحده، كوره جت طوليه لبيرسي تاو في بدايه في ال 20 دقيقه الاولى وقدر بلمسه بسيطه جدا يخطفها يزقها لقدام كده اهو وانفرد بالمرمى. الكوره دي في وجهه نظري اللي ادتني الايحاء النهارده بيرسي تاو فعلا مركز وواضح ان هو ما بيلعبش اللعب التقليدي بتاعه اللي كنا بنشوفه الفتره اللي فاتت، لا هو النهارده بياخد قرار وواضح ان هو مركز فيه جدا. بدلك كبير واجهه في اللعبه اللي انا بتكلم عليها دي لما انفرد بالمرمى وحط الكره، حاول يحط الكره بليسنج على يسار الحارس لكن الكره طلعت بره، لكن الكره ديك مؤشر ان هو فعلا ازاي النهارده مركز وان في تعليمات هو بينفذها في مركز المهاجم الصريح اللي هو ربما ما يكونش، احنا ما نشوفش بيرسي تاو بيلعب مهاجم صريح في 4-3-1، يعني دايما في 4-2-3-1 كان بيلعب مهاجم صريح محمد شريف وبيرسي تاو بيلعب على الطرف، لا النهارده شفنا بيرسي تاو ازاي فعلا مركز جدا 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 في مساله ان هو يعمل واجبات المهاجم الصريح بدون ما يتطرف على الاطراف كتير، لان النهارده طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وعبد القادر اللي كان عندهم تعليمات ان هم يتطرفوا كتير عشان يفتحوا مساحات اللعب، وفي انه اكيد طبعا فريق بيلعب خمسه مساله العمق هنا في زحمه شديده 5-4-1 سترتين عاملهم وفاق سطيف، فاكيد فكره الاختراق من العمق هتبقى امر صعب جدا. وعشان كده نتيجه او ترجمه للكلام اللي انا بقوله، شفنا طاهر محمد طاهر ازاي بيعمل الكاموفلاج مع علي معلول، علي معلول جري وطاهر محمد طاهر وقف واستنى لغايه لما الفول باك خد علي معلول واستنى لما لقى ان مدافع واحد بس هو اللي رجع مع بيرسي تاو كان كسر مسار التسلل بشكل مميز جدا ولعب له الكره الكروس عشان يحط الهدف الاول بيرسي تاو تكليلا لمجهوده والجهده اللي عامله من بدايه المباراه ويفتح مهرجان الاهداف للنادي الاهلي. اللامركزيه اللي حصل بيها الرباعي الامامي خصوصا عبد القادر وطاهر وحسين الشحات ساعدت كتير قوي 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 في فك جمود دفاع وفاق ستيف. الخماسي الخلفي ده فعلا كان عنده ازمه مش عارف يجروا كده ولا يجروا على اليمين يجروا على الشمال. الدفاع جبهه علي معلول كانت نشطه جدا جدا الشوط الاول، وكان في بعض الاحيان حسين الشحات ومحمد هاني بيشكلوا خطوره بالغه من الجبهه اليمنى، وان كان حسين الشحات برده في اوقات كتيره شفناه بيلعب ما يشبه صانع الالعاب وقت امتى لما عبد القادر يروح على الطرف او ما عبد القادر يروح على الطرف سواء الشمال او اليمين كان على طول حسين الشحات بيخش لعمق الملعب ويسيب الطرف بتاع الجبهه اليمنى لمحمد هادي. سيستم ونظام كان ماشي عليه النادي الاهلي بشكل مميز جدا، هدوء للاعبين مفيش نرفزه، وطبعا ساعد فيها التقدم المبكر للنادي الاهلي وان الفريق
بيلعب بشكل مميز. طبعا حاله الطرد، حاله الطرد صحيحه 100% حصل عليها نادي وفاق سطيف اكيد بعديها سهلت امور كتيره قوي 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 للنادي الاهلي. وواضح جدا ان الشوط الثاني لما الفرقتين هينزلوا من اوضه اللبس هنشوف دفاع يعني صارم من وفاق سطيف، لانه طبعا خلاص الفرقه عرفت ان هي مش هتكمل كامله بعد حاله الطرد، وبالتالي هيبقى قدامهم 45 دقيقه صعبه قدام النادي الاهلي بيلعب زايد لعيب ولسه كمان اوراق هجوميه عنده كتيره على دكه البدلاء. واحده من اللامركزيه اللي انا بقول لكم عليها حصلت في الشوط الثاني. الشوط الاول كان طاهر محمد طاهر هو اللي متطرف وبيدي بيرسي تاو الكره العرضية. الشوط الثاني شفنا بيرسي تاو في الهدف الثاني هو اللي متطرف، وانس ان هو اتطرف على طول طاهر محمد طاهر تحول للمهاجم الصريح واحرز الهدف الثاني. وانس الهدف الثاني احرز خلاص بدا وفاق سطيف ونوفيتش يفكروا تفكير مختلف، وهو لو احنا قدرنا نخطف هدف في القاهرة ونخرج 2-1 بدل 2-0 يبقى وضع افضل. وكان طبعا عبد المؤمن جابه طبعا واحد من نجوم وفاق سطيف، لعيب كبير قوي قوي قوي، لعيب حريف جدا جدا وبيقف على الكره. النهارده ثلاث لعيبه شفناهم في وفاق سطيف اعتقد هم في وجهه نظري يعني خطوره الفريق مبنيه عليهم. احمد القندوسي رقم 8 في نص الملعب، وعبد المؤمن جابه اللي هو بلاي ميكر بتاعهم وصاحب هدف الانتصار على الترجي في تونس، وبن عياد المهاجم الصريح لعيب خطير جدا 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 ومزعج. لكن النهارده الثلاثي ده ربما ما كانش عنده مساحه ان هو يظهر امكانياته لان النقص العددي اثر عليهم، لكن عبد المؤمن جابه في الشوط الثاني فعلا كان هو رمانة ميزان اللعب. كل هجمه لو فاق سطيف لازم عبد المؤمن جابه يوقع عليها ويلمس الكوره. حاولوا بعد الهدف الثاني يفتحوا خطوطهم، نوفيتش حاول يعمل تغييرات هجوميه عشان يخطف هدف في القاهره، لكن طبعا اكيد وانت بتفتح مساحاتك قدام النادي الاهلي وهو بيلعب زايد عنك في العدد اكيد هيبقى في فراغات وفي مساحات كبيره جدا 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 في ظهرك، وده بالفعل اللي خلى بيتسو موسيماني كل تغييراته في الشوط الثاني نشوف كم هائل من المهاجمين، وكان ابرزه طبعا التغييرين بتوع لويس ميكيسون ومحمد شريف، وازاي بيرسي تاو وانس محمد شريف نزل بقى مهاجم رجع بيرسي تاو يلعب على الجناح وعمل اسيست ثاني بعد اللي كان عامله طاهر محمد طاهر، ويخلى محمد شريف ينفرد بالمرمى ويضع الهدف الثالث، ونشوف برده الهدف الرابع انطلاقت محمد هاني من الجبهه اليمنى، وساعتها بيرسي تاو هو اللي تحول لمهاجم جنب محمد شريف واحرز الهدف الرابع. لا مركزيه في الاداء، هدوء، سلاسه في التحركات، كم هائل من الفرص اتصنعت على مرمى وفاق سطيف. النادي الاهلي ترجم كل ده باربع اهداف. صحيح انا بقول النادي الاهلي اكيد طبعا مبروك على النتيجه الكبيره الرباعيه، لكن الف مليون مبروك عوده الروح، ألف مليون مبروك تغيير أسلوب اللعب عن الشكل المهزوز اللي شفناه في المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري الممتاز واللي خسر فيهم النادي الأهلي 7 نقاط في سباق المنافسة. ألف مليون مبروك عودة بداية عودة بيرسي تاو في وجهة نظري. واحدة من أهم المكاسب النهاردة للنادي الأهلي لاعب زي بيرسي تاو يعود في الوقت ده في الموسم والنادي الاهلي في الثالث الاخير في الموسم سواء في الدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا، لعيب مهم جدا. النادي الاهلي دفع فيه مبلغ كبير ما يقرب من 2.5 مليون يورو، اكيد محتاج ان هو يشوف بيرسي تاو زي بدايه الموسم. بدايه الموسم بيرسي تاو كان لعيب مهم جدا ولعيب خطير، وكان يعني واحد من هدافي فرقه النادي الاهلي في الدوري السنه دي، فاكيد النهارده مكسب كبير للنادي الاهلي. وكمان انا بقول طبعا 4-0 نتيجه كبيره، لكن لازم النادي الاهلي يروح الجزائر الاسبوع الجاي ان شاء الله ياكد فوزه ويكرر انتصاره. لا مهم انك تنتصر خارج ملعبك، الانتصار خارج الملعب ده بيدي الفرقه شحنه كبيره معنويه، زي النهارده الوداد لما كسب بيترو اتلتيكو 3-1 في انجولا، الاهلي برضو يقدر يكسب وفاق سطيف في الجزائر ان شاء الله الاسبوع الجاي، عشان خلاص اكيد احنا قاب قوسين او ادنى من نهائي قوي ما بين النادي الاهلي والوداد المغربي، وان شاء الله بس نضمن التاهل، وبعد كده تبدا خناقه هنلعب
النهائي فين، واللي أكيد هيكون ليها وقت ومساحة كبيرة معانا في لايفات وترند يلا كورة إن شاء الله معاكم الفترة الجاية. ألف مليون مبروك الربعية للنادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله نأكد المباركة دي يوم السبت الجاي بعد مباراة الإياب. شكرا جزيلا لكم، كنت معاكم كريم سعيد.